بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي بناتي أعزائي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو اللقاء السابع في مقرر الحديث النبوي الشريف، ونعيش مع الحديث السابع في المقرر، وهو عن أهم خلق وأزكى خلق وأبرز شعبة من شعب الإيمان، ألا وهو الحياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا جميعا بخلق الحياء، فإنه نعم الخلق وهو خير لا يأتي إلا بخير. أبدأ أبنائي وبناتي أولا بنص الحديث، وسأذكر لكم رواية الإمام مسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية الإمام البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. جزم بأن شعب الإيمان بضع وستون شعبة. وتعالوا بنا لننظر في الحديث، وأولا نتعرف على راويه الأعلى الصحابي الجليل راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس باليمن. عبد الرحمن بن صخر الدوسي دخل في الإسلام في سنة 7 من الهجرة في عام خيبر، وكناه النبي بهذه الكنية الجميلة حين رآه يحمل هرة صغيرة في كمه ويرعاها ويحافظ عليها ويطعمها، فكناه النبي على سبيل المزاح اللطيف: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة. أبو هريرة أكثر الناس رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى قرابة 5374 حديثا تقريبا. والذي أخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث لأبي هريرة قرابة 500 حديث. وفي الحقيقة السر في كثرة رواية أبي هريرة للحديث، أولا التفرغ، فما كان
إلا متفرغا لسماعي ومذاكرتي وحفظي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شغل عن حديث رسول الله بأمر من أمور الدنيا قط. لذلك كان يسمع عن رسول الله ويحضر المشاهد مع رسول الله دائما. الأمر الثاني يا أبنائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوة الحفظ وقوة الذاكرة، فكان إذا سمع الحديث لا ينساه أبدا، فيستحضره متى طلب منه، والحمد لله. وهو ذات نفسه يقول: كان المهاجرون والأنصار يشغلهم الصفق في الأسواق وأمور الدنيا، وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ولذلك هو من أهل الصفة الذين يقنعون بالقليل ولا يحبون أن يتكاثروا من المال، كل ما يهمه أن يفرغ نفسه لحديث رسول الله، ولا حاجة له في الدنيا إلا بالملبس والمسكن والمأكل والمشرب فقط، أما حطام الدنيا فقد عزف عنه. هذه ترجمة قليلة وصغيرة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن من أراد أن يتوسع فكتب التراجم كثيرة وفيها عنه الكثير والكثير. نبدأ أبنائي وبناتي مع نص الحديث النبوي، ويبدأ بقول رسولنا: الإيمان بضع. وتعلمتم من اللقاءات السابقة هو الإيمان هو التصديق القلبي، والإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهنا النبي يحدثنا عن فروع الإيمان، ما الذي ينبثق عن الإيمان الذي هو التصديق القلبي، ينبثق عنه شعب كثيرة تصل إلى 60 أو 70 شعبة. والبضع كما نعلم أبنائي بناتي أنه عدد مبهم من 3 إلى 9 تقريبا، فأقول 10 يعني ممكن تكون 13 14 15 إلى 19، فهو عدد فيه إبهام يدل على الرقم من 3 لـ 9. وكلمة بضع وستون أو 70، لأن الرواة ربما سمعوا النبي يقول مرة 60 ومرة 70، أو أن 70 هي زيادة من أحد الثقات ممن روى الحديث النبوي الشريف. وعلى كل حال قد يتجاوز شعب الإيمان 60 و70 كما سنعلم بعد قليل. من هنا
لما رجح العلماء الأكثر على ترجيح رواية 74، لماذا؟ لأن زيادة الثقة مقبولة ولا ترد. وهناك عدد مبهم أيضا، ولكن يختلف اختلافا قليلا عن بضع، وهو نيف. فإن نيف هو عدد مبهم أيضا، ولكنه يضاف ويركب على ما قبل المئة وما بعد المئة، أما بضع فلا بد أن يكون قبل المئة. أقول بضع وتسعين، أقول بضع وتسعين، لكن لا أقول بضع ومئة، ولكن أقول نيف ومئة، نيف ومئة. وهو أيضا عدد مبهم يكون كما قلت بعد المئة وقبل المئة. أما بالنسبة للشعبة، أبنائي وأعزائي، فسلك في تعريفها العلماء مسالك ثلاثة، سأورد هذه المسالك، وأي مسلك من هذه المسالك الثلاثة هو يؤخذ به ويحترم كرأي وجيه وله وجاهته، وإن كنا سنرجح أحدها في نهاية إيراد الثلاثة. الشعبة تطلق ويراد بها الأغصان والأطراف، وسميت مجازا باعتبار اكتمال الإيمان بها، وهو على التشبيه، كأن النبي يريد أن يقول لنا الإيمان مثل الشجرة، لها جذور ولها ساق ولها فروع وثمار، ولا تأتي الشجرة ثمارا إلا بفروعها وساقها وجذورها. فجذورها في الأصل يتمثل في كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن فكأن كلمة التوحيد أصل وجذر لشعب الإيمان، وبعد ذلك هذه الشعب تتفرع إلى فروع كثيرة، هي التي سميناها شعب الإيمان. فكأننا شبهنا شعب الإيمان بفروع الشجرة التي تتفرع منها. وهناك رأي ثاني، قالوا بأن الشعبة المراد بها أصول الإيمان وأجزاء الإيمان على الحقيقة، ولعل قائل هذا أخذ من قوله لا إله إلا الله باعتباره أصل من أصول الإيمان، فاعتبر الشعب كلها كأنها تفيد بمجموعها أصول الإيمان الحنيف، وكأنه بذلك اعتبر الشعبة كالطائفة من الشيء. يعني إيه؟ يعني هذا الإيمان أصوله متجزئة متنوعة، هذا التنوع وهذا العدد كله إذا اجتمع أعطانا أصلا واحدا وهو الإيمان. ولعلي أميل إلى الرأي الأول في تفسير وبيان معنى الشعبة، لكن سؤال يطرح نفسه أبنائي وأعزائي، هل يقع
يقدح عدم معرفتي بكل شعب الإيمان في إيماني، أقول نحن اخترنا الرأي الأول الذي يبين أن الشعبة أي الفروع المنبثقة عن أصل الإيمان، وما دامت الفروع المنبثقة عن أصل الإيمان، هل يلزمني في شجرة أن أحصي كل فروعها؟ أم يكفيني أعرف الإجمال فقط؟ الجواب يكفيني أعرف الإجمال فقط، فنحن لا نكلف من شعب الإيمان بما لم نعلم ولم نحظ به علما، أما تكليفنا بما علمنا فهو الذي يراد من الحديث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن نكلف من شعب الإيمان بقدر علمنا، لكن يجب علينا أن نتعلم شعب الإيمان. نعم يجب علينا أن نتعلم شعب الإيمان ونحاول لا أقول نحصيها، ولكن أقول ونحاول أن نحصيها بإذن الله. طيب، إذا كنا مطالبين بمعرفة شعب الإيمان وتعدد شعب الإيمان، فهل هي منحصرة؟ يعني إن كانت منحصرة فكم عدد شعب الإيمان؟ الحقيقة اجتهد العلماء في عد أو حصر شعب الإيمان، وهي اجتهادات مقبولة، ولكن لا نستطيع أن نجزم باجتهاد من هذه الاجتهادات، فإن بعض العلماء قسمها إلى أعمال قلوب، أي ما يتعلق بأعمال القلوب والنيات وما شابه ذلك، وأفعال اللسان، أي ما يصدر به اللسان كما يتعلق بمكارم الأخلاق وحسن التعامل مع الناس وغير ذلك، ومعاملات أبدان، وكإزالة مثلا الشوكة من طريق الناس، يعني معاملة الأبدان، أي الشعب التي يقوم الإنسان وينفذها بجسده، بيده، برجله، بأي شيء من الجوارح له. لكن الإمام ابن حبان رحمة الله عليه شمر عن ساعد الجد وعد شعب الإيمان في كتاب سماه وصف الإيمان. الحقيقة العدد اللي وصل إليه سيدنا ابن حبان يقول نظرت في شعب الإيمان في القرآن الكريم وعددتها شعبة شعبة، ثم نظرت في شعب الإيمان في السنة النبوية المطهرة ما هو منها واجب وما هو منها مندوب، فتحصل معي من القرآن والسنة 79 شعبة، 79 شعبة. هذا ما حصره الإمام ابن حبان رضي الله عنه. بينما ذهب فريق ثالث من العلماء في أن العدد لا يراد به الحصر، وإنما أطلق العدد لينبئ ويخبر عن أن شعب الإيمان كثيرة جدا وليست منحصرة في عدد معين من الأعداد، وبناء عليه
اعتبروا أن العدد هنا تقريبي لا حصري، لا يفيد حصرا، وهو على غرار قول الله تعالى في كتابه العزيز في شأن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا الرأي الثالث أبنائي وأعزائي. بعد ذلك أنتقل إلى قوله: أفضلها أو فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأفضلها أي أعظمها وأجلها وأعلاها قول لا إله إلا الله. وذكر كلمة قول ليضم في هذا القلوب والألسنة، أي أن لا إله إلا الله تستقر عقيدة راسخة في قلب المؤمن، بحيث يعلم أنه لا إله في هذا الكون، لا خالق، لا رازق، لا معطي، لا مانع، لا معز، لا مذل، لا أحد في هذا الكون يستحق العبادة إلا واحد لا شريك له، هو الله. وفي نفس الوقت بعد أن تستقر في القلب ينطق ويزعن بها اللسان. أما أدناها فهي إماطة الأذى من الطريق، وكلمة إماطة يعني إزالة، إزالة الأذى. وكلمة أذى كلمة جامعة تجمع كل ما يؤذي ويصيب الإنسان أو الحيوان بضرر من الأضرار. فالمؤمن إذن هو منفعة، المؤمن إذن هو مزيل للأضرار وللإيذاء. وهنا نلحظ أنه عبر عنها بكلمة أدناها. أيكون هذا تحقير لشأنها؟ الجواب لا، ولكن من الأذى ما يكون إزالته خفيفة ويسيرة، ومنها ما يكون متوسطا، ومنها ما يكون كثيرا. فأقرب وأيسر فعل لشعب الإيمان هو إزالة وإماطة الأذى من الطريق. لماذا؟ لأنه يجمع بين معاملة الحق ومجاملة الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الفاعل لهذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بثواب وفعل قربى لله، يرضى عنه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه، وفي نفس الوقت يرفع الأذى ويجامل خلق الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. لكن لوحظ أبنائي أن النبي هنا ذكر أفضل وأعلى شعب الإيمان، وذكر أدنى وأيسر وأسهل شعب الإيمان، ولم يقص علينا أو يسرد علينا من شعب الإيمان إلا شعبة واحدة فقط هي التي ذكرها. ما هي أبنائي؟ هي شعبة الحياء، فقال: والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الحياء حتى نفهم؟ أولا، الحياء مأخوذ من الحياة،
وكأن الإنسان المجرد عن الحياء لا حياة له، كأنه في حكم الميت لا يستحق الحياة. لماذا؟ لأنه جرد عن الحياء. فالحياء هو انفعال النفس، هذا الانفعال في النفس يجعل ويقتضي من المسلم أن ينقبض، أن ينقبض عند فعل شيء مذموم يلام عليه، أو عند التقصير في حق يلزم أداءه منه. إذن فهذا الانقباض وهذا الشعور يجعل الإنسان يمتنع من الإقدام على أمر حتى ولو كان خفيفا، بل يلام عليه فقط يمتنع عنه، مع أنه حتى قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد لا يكون حراما ومكروها، لكن لا يليق بذوي المروءة. ولذلك الحياء أسمى درجات الأدب وأسمى درجات الأخلاق. من هنا كان الأبرز والأهم في شعب الإيمان، لذلك ذكره سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما الحياء في شرعنا، في اصطلاحنا الشرعي، فهو عبارة عن خلق. هذا الخلق يبعث على اجتناب كل ما هو قبيح، كل ما هو قبيح، ويمنع من التقصير في أصحاب الحقوق علينا. هذا الخلق هو الدافع والمانع، الدافع لكل خير والمانع من كل شر، فهو خير كله في الإيجاب أو في السلب. والحياء أبنائي نوعان، نوع فطري ونوع مكتسب. ما هو الفطري؟ الفطري خلق به الإنسان. أرأيتم أبنائي وبناتي إذا أراد أحد الناس أن يجرد طفلة في الرابعة من عمرها من أسفل ثيابها ويكشف عورتها، أما ترونها تستحي وتضرب يد هذا الرجل أو هذه المرأة الذي يريد أن يجردها ويرفع ثيابها ليكشف عورتها؟ هذا الفعل من طفلة صغيرة هذا بفطرة الله، والنقاء والحياء الغريزي الذي وضعه الله غريزة في الإنسان به يفرق بين الإنسان والحيوان، فأنعم على الإنسان بهذه الفطرة وحرم بها الحيوان. أرأيتم حيوان يستتر عند لقائه بأنثى؟ لا، ولكن يستتر الإنسان. أما الكسبي فهو أعلى وأرقى، وهو يبدأ بعد الفطري فينميه ويرقيه ويرفع شأنه وحاله. والكسبي هو المراد في حديثنا. لماذا هو المراد في حديثنا؟ لأنه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب. أنتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي إلى أقسام الحياء. قسم بعض العلماء الحياء إلى محمود ومذموم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الحياء خير لا يأتي إلا بخير، ولذلك الحياء المذموم الذي يجعل الإنسان يتقاعس أو يجعل الإنسان يرائي أو يجامل أو لا يطلب حقا أو يكتم شهادة أو يوصل إيذاء لأحد الناس خشية وحياء من الخصم له أو غيره، هذا كله حقيقته ليس حياء، إنما هو يشبه الحياء باعتبار الانقباض الذي يحدث أو الخوف. حقيقته أبنائي هو جبن وخور ومهانة وليس بحياء، فلو كان حياء لكان محمودا، أما هذا المذموم الذي يضيع الحقوق ويؤذي الناس ويجعل الإنسان منافقا لبعض الناس ويمنع أن يصل الحق إلى صاحبه، فهذا عجز ومهانة وليس بحياء. حكم من حرم الحياء، لا شك أن من حرم الحياء حرم الخير كله. من حرم الحياء حرم الخير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. هذا نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أبنائي وأعزائي، وهو يطرح لبيان الأمر: إذا أدى الحياء إلى الإثقال على البعض في تسويف الحقوق، يعني أنا لي حق عند بعض الناس وجاء الأجل وجاء وقت السداد وذهبت لأقضي حقي ولا حياء في هذا، حقي أن أطلب مالي من مال أو مالي من غيره، والطرف الآخر قال لي: يعني أرجوك أجل لي شهر أو أجل لي شهرين أو أجل لي كذا. فأنا قبلت هذا حياء منه، مع أن حقي أن أقول له: لا، هذا من حقي، هذا الأجل المضروب وهذا الموعد وجاء الموعد، فلا بد أن تؤدي ما عليك، وحقك أن تشكوه في عند في القضاء، لكن هب أن حياءك جعل مالك يتأخر قليلا، أو أعطيته يعني أنظرته مدة، من باب قول الله تعالى: فنظرة إلى ميسرة. هذا الحياء هنا أمر محمود، وأمر يعني فيه ثواب وزيادة في الثواب. إن رجلا كان يفعل هذا فعنفه أخوه، وكان يقول له: يعني الحياء أضر بك وآذاك ولا تكن حيا مع الناس. فسمع النبي أخاه وهو يعظه بهذا، فقال له النبي: دعه دعه، يعني اتركه على ما هو عليه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. سؤال آخر أبنائي: كيف اعتبر الحياء من الإيمان مع أنه
خلق وغريزة للمشابهة، فكلاهما يمنع من ارتكاب القبيح ويأمر بفعل الحسن. أرأيتم حياء يفعل ويطلب منا إلا ارتكاب الحسن وترك القبيح؟ إذن الإيمان كذلك، الإيمان يأمرنا بفعل الحسن وترك القبيح، إذن شابه الحياء الإيمان أم لم يشابه؟ طبعا شابه الحياء الإيمان. أيضا لأن الحياء الذي يثاب عليه المرء هو المكتسب، الحياء إيه؟ المكتسب، وهو فعل اختياري أم لا؟ فعل اختياري. إذن فكذلك الإيمان فعل اختياري ويثاب عليه المرء أو يعاقب، فأيضا تشابه في هذه النقطة. سؤال آخر أبنائي، ما حكم الحياء في جميع أحواله؟ هذه النقطة الحقيقة الحكم يتعدد ويتنوع باعتبار نوع الحياء، فإن كان حيائي منعني من فعل محرم فهذا الحياء فرض واجب، وإن كان حيائي منعني من فعل مكروه فقط فهذا حياء مندوب، يعد مندوبا سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والعياذ بالله إن كان حيائي منعني من قول حق أو دفعني إلى ظلم أحد الناس مقابل إرضاء الآخرين فهذا حرام، وإن كان منعني من استزادة في طلب العلم فحياء مكروه، وهذا سميناه الحياء المذموم الذي نبهنا عليه بأنه عجز ومهانة. بعد ذلك في النهاية أقول لكم أبنائي سؤال أختم به المحاضرة، ما درجات الحياء؟ هل الحياء درجة واحدة؟ يعني كل حياء الناس جميعا مثل الآخر مثل الآخر؟ الجواب لا أبدا. إذن فأين التفاوت؟ فأين التنافس؟ فأين الرقي والعلي في الحياء؟ بل يعلو الإنسان ويرتقي في الحياء إلى أن يصل أعلى درجات الحياء، وهي الاستحياء من الله. يعني إيه الاستحياء من الله؟ أي لا أستعين بنعمه الذي أتقلب فيها وأنعم فيها وأهنأ بها وأسعد بها، أستعين بها على معصية الله. يعطيني النعم لأستخدمها في معصيته، هذا قلة أو انعدام كامل للحياء. فإن استعنت بنعم الله تعالى على طاعته وشكره وعبادته وعلى خلقه وإحساني إلى خلقه، فقد وصلت إلى درجة أعلى درجات الحياء. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذلك، اللي هو مع الناس، ليس ذلك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.